راح للنائب فيصل الكندري وعمل حوار معاه حول استجواب وزير المالية. خلينا نشوف. بالنسبة كاستجواب، احنا نتكلم على اداة الاستجواب، اداة دستورية، ولكن ما نشوف يعني اثرها مثل بعض المجال السابق كان يعني الاستجواب لا قيمته، يهز الوزير. الحين الوزير قاعد يرحب بالاستجواب، اي وزير، ما نتكلم عن وزير معين، يرحب بالاستجواب يقول لك هذه فرصة ان احنا يعني نطرح للنواب كذا كذا. الحكومة لها رايها، نعم، واحنا لنا قرارنا وراينا. والله ما يدور الان في السوشيال ميديا وان هذا الاستجواب كذا وتعليقات وغيرها من الامور، المحك جلسه الاستجواب. طيب ابو عبد العزيز، هل هذا الاستجواب حقيقي او غير حقيقي؟ طيب ابو عبد العزيز، الحين انت قلت انت يعني ان الجلسه الطارئه اللي الحين مبين انه ما راح تعقد، يعني لانه ما وصل عدد 28، انه قلت ان احنا قد تكون ذره رماد في العيون. انا كجلسة ما قلت قد تكون، شنو قلت؟ قلت انا مع اخواني وزملائي اللي وقعوا على عقد الجلسه الخاصه، ووقعت اليوم كلمه ذره رماد في العيون. اقول لك يا ايه؟ اليوم انا وصادفت الاخ الزميل الفاضل النائب الفاضل احمد القضيبي، نعم، وعلى طول قلت له اعطي الطلب، اوقع على الطلب. وشلون قدمت استجواب وفيه وقعت؟ انا اليوم احتاج الوصل، اوصل الى نتيجه. النتيجه اللي بيوصل لها عن طريق جلسه خاصه، مناقشه عامه، استجواب، احنا اليوم نبي نوصل الى نتيجه. النتيجه شنو هي؟ نبي نرفع الضغط على المساس اللي اصاب المواطنين، نبض الشارع. بالنسبه اللي قلت الرماد للعيون، انا ما قلت الجلسه تكون لرماد للعيون، قلت لا، اللي تكلمت وصرحت فيه انها لا تكون لكذلك. طيب، لذر رماد للعيون، ان جلسه تكون فعلا نصل فيها الى حلول واقعيه وتنفذ في مده معينه. صدقون، والله احنا نفهم، مو راضي صدقون النواب ان احنا نفهم. والله احنا نفهم، ونفهم اللي في الدرج واللي تحت الطاولة. الله يعين، الله يعين هالوطن. كمل.